كتنعقد هذه الوقفه او باحرى الجمعيه المغربيه لحمايه المال العام كتنظم هذه الوقفه الاحتجاجيه الرمزيه اللي نقول بصوت واحد وبصوت مرتفع كفى من الفساد. وكنطالبوا من هذا المنبر والرساله اللي بغينا نوجهها للدوله من خلال هذه الوقفه الرمزيه هو انه وجب ان تكون هناك اراده سياسيه حقيقيه لمكافحه الفساد. لماذا؟ لان المؤشرات اللي كتبان الان ما كيناش رغبه لمحاربه هذه الافه او هذا الاخطبوط الذي اصبح هيكلي ومستشري. المؤشرات بالنسبه للحكومه سحبت قانون ديال الاطراء غير المشروع، سحبت كذلك القانون ديال الحمايه ديال الملك العمومي وقانون ديال المناجم. هذه بعض المؤشرات. كذلك بالنسبه للبرلمان حينما نوقش تقرير المجلس على الحسابات فقط او فقط ثلث اللي حضر من ممثلي الشعب، ثلثين يمكن مشى تقرير المصالح ديالها الشخصيه، علما ان تقرير مجلس الاعلى للحسابات هو يحاسب الحكومه وكذلك يضبط او يقف على مكامن الخلل بالنسبه للتدبير العمومي للمال العام او مال اللي جاي من جيوب ديال المواطنين المغاربه. وبالتالي كنهنيو انفسنا حنا كجمعيه مغربيه لحمايه المال العام اللي كنتحداو كنقولوا لا بصوت مرتفع اللي ننبه الحكومه كنقطه نظام، لان هذا الفساد هو لا مجال للحديث على برنامج تنموي او على التنميه والفساد، لانه ما يمكنش تعيشوا هاد الجوج الفساد والتنميه. كذلك بالنسبه للمستثمرين ما يمكنش مستثمر يجي يستثمر الاموال ديالو، خصو هو مناخ ديال الاعمال وخصو يكون عنده قضاء مستقل ونزيه وما خصش البلاد يكون فيها فساد. وبالتالي من هذا المنبر كذلك كنشكروا المنظمات السياسيه والنقابيه والحقوقيه اللي حضرت معنا لهذه الوقفه، وكذلك المواطنات والمواطنين، وكذلك المثقفين والاعلاميين وجميع الضمائر الحيه اللي منخرطه في الديناميه ديال مكافحه الفساد. وشكرا لمشاركتنا اليوم. لماذا؟ لان هذه الدوله اللي حنايا فيها دوله فاسده وماشي دوله حق والقانون. لان لو كانت دوله فاسده لو ما كانت دوله فاسده وكانت دوله حق والقانون لما كنا اليوم هنا. لان الفساد استشرف جميع دواليب الدوله ومنذ سنين، ماشي وليد 1915 ولا 14 ولا 10 ولا 7، راه منذ الاستقلال. لان لو كان بالفعل كانت دوله حق والقانون لا طبق هذا القانون. والقانون ماشي دار من اجل باش تكتب وصافي، لا الدار لان عرفتي شنو هي كلمه اختلاس اموال الشعب؟ راه هذه جريمه اكبر من جميع الجرائم. لماذا؟ لانك تتقتلي هذا الشعب، ديك الاموال اللي انت تتختلسها وتختلسوها مع امثالك امثال هاد الفاسدين والمفسدين عبر جميع الوزارات. راه ما كاينش الفساد في الجماعات، ما كاينش من طرف المنتخبين، راه الفساد مستشري في الحكومه بجميع وزاراتها
وجميع المؤسسات التابعة لكل الوزارات على الصعيد الوطني من طنجة للقويرة. ولهذا جئنا اليوم نطالب ونناضل ونطالب بتجريم يعني تجريم الإطراء غير المشروع وتفعيل ربط مبدأ تفعيل مبدأ المسؤولية ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاكمة الفاسدين والمفسدين في جميع القطاعات وجميع الوزارات واسترجاع ثروات الشعب منهما، لأن إلى ما تم استرجاع هذه الثروات راه الوطن في خطر، راه الوطن في خطر، راه الوطن في خطر. ونقولها ونحذر الدولة المغربية إذا أرادت أن تستمر عليها أن تصبح دولة الحق والقانون. لكن الآن ما نشاهده ما زلنا بعيدين بهذا الأسلوب اللي تتعامل معه به الحكومة وتتعامل به الدولة مع هذا الموضوع اللي هو سيكلف المغرب كثيرا. كذلك جئنا لأن لو كانت بالفعل دولة الحق والقانون كان من أهم حقوق الشعب المغربي هو ما يضربوش أولاده، ما يضربوش بناته عبر يعني الإجهاز وضرب المنظومة التعليم. كما تعلمون بأنه لا يمكن لأي دولة كيفما كانت مواردها أن تتقدم وتتطور بدون تعليم. وكما تشوفوا المنظومة اللي تصرحوا المسؤولين على أعلى مستوى بأنها التعليم في أزمة، وهذا الكلام قالوه لنا منذ سنين. إذن هذه الدولة وهاد الموظفين وهاد الوزراء اللي تيتحملوا هذه المسؤوليات على ماذا هم يأخذون رواتبهم؟ يأخذون رواتبهم لتطوير هذا البلد. لكن كما في علمكم كل ما تجي حكومة الوزراء كاملين تيقول لك الوزير السابق الوزراء السابقين خلوا لنا إرث. إذن هذا الإرث تعبير على شنو؟ تعبير والإرث مترافق مع الأزمات في جميع القطاعات. إذن خصهم يتحاكموا هاد الوزراء ويرجعوا لنا الأموال اللي خداوها.